السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان الكرام، راح نطرق اليوم الأسئلة الشائعة في بنك وايز. عندي الإخوان الكرام بزاف ولي زابوني خليولي نفس السؤال وأسئلة مختلفة شوية على البروبليم هذا تاع وايز. شوفوا، السؤال الأول هو يقول لك جماعة باللي يعني رسلت درت الكونت تاعي تاع وايز، سجلت عادي، وكي يحط لي السيد صاحبي عنده وايز ما يخرج اسمي ولا يرسل لي واحد آخر. دوك نشرحوها مرحلة بمرحلة والمشاكل كامله راح يطيحوا عندها الغاشي. صح، اوكي. لولا تروح انت يا صاحبك بار اكزومبل عنده وايز، صاحبك عنده وايز، صديق تاعك عنده وايز، يحط الرقم تاعك، يحط الرقم تاعك لازم لولا يحطه بطريقه صحيحه. دير مثلا بلس زائد 213 رمز البلد مثلا الجزائر، ويحط 6 لعاد موبيليس، 7 لعاد جيزي، و5 لعاد نجمه. يعني حي الصفر تاع 06، لا حط ديريكت مو 6 213 6 وتكمل الرقم تاعك. كي يحط الرقم تاعك ديريكتومو يخرج له اسمك، لو عدت انت مسجل بطريقه صحيحه راح يخرج لك الاسم تاعك ديريكتومو. ونفس الشيء البريد الالكتروني، لا ما خرجش، ما راكش مسجل وما راكش مكمل التسجيل تاعك خويا، عاود دير التسجيل تاعك بطريقه صحيحه. هذه الاولى. بخصوص واحد يقول لك نرسل نشحن اول خطره، بخصوص شحن الحساب ندير لكم فيديو اللي فيه كلش المشاكل تاع وايز. بخصوص شحن الحساب لأول مرة لازم يكون من وايز الوايز، ولا يكون حساب بنكي آخر مثل بايسيرا ولا ديوكاسكوبي ولا مايفين، أي حساب واحد آخر، لكن يكون باسمك، على خاطر كعود ما يكونش باسمك ما راحش يلحق لحد الآن. بس وايز هاي هاك وقت تبدل لحد الآن، ما زال كي تبعت باسم بنك واحد آخر ما يخرج لكش. لازم يكون حساب اسمك، وهما كانوا محاطين فقرة في القوانين تاعهم، لا تذكرت إن شاء الله نحطها لكم، فقط نورمال في القوانين تاعهم باللي لازم يكون الاسم الحساب باسمك. ومن بعد هذه اول خطره برك، من بعد سي بون غد ترسل تفعل الحساب تاعك بالعشرين اورو سي بون. وكاين جماعه واحد اخرين واش يقول لك، يقول لك السؤال باللي انا البطاقه هذه البطاقه الافتراضيه وراهي مفعله وما حبش تمشي لي. خويا العزيز قلت لك اول خطره لازم تفعل الحساب تاعك ب 20 اورو. كي تفعل الحساب تاعك ب 20 اورو يعطوك رقم الحساب البنكي تاعك الايبان، تحب دير لي كونت 3 4، تحب دير اورو وايز، تحب واش حاب تسافر، دير اورو دولار شي واش اسمها درهم اماراتي اي دولار كندي استرالي، دير واش تحب، كل وحده يعطوك عليها رقم ايبان. هذه لازم بس تكون 20 اورو، بس تعود انت فعل الكارت الافتراضيه راهم دايرينها باطل الساعه لحد الان. ديما نقول لكم لحد الان باسكو هما بيدلوا القوانين تاعهم. والبطاقه البلاستيكيه بالنسبه لي انا، واحد ما عندوش بها خدمه ما يجيبهاش، ما عندكش بها خدمه على جيبها انت، ما تروح في اوروبا الفوق، تروح لاوروبا ما عندك ما تقضي به، كلش بالبورتابل بالان اف سي تقضي نورمال، ما عندك ما دير بجد الكارطة. الكارطة وين تستعملها غير كي تروح تشري بها حاجة ولا تخرج بها دراهم ليكيد، عندك افير على برا مشبوهة كيما نقولوا حنا، راح دير عفسة مش مليحة، بس كل شيء قارو تشري بالبورتابل نورمال، سما ما كاش مشكل. بخصوص تعليق الحساب يا جماعة، راني نهضر لكم الفيديو هذا مهم جدا. بخصوص تعليق الحساب، تعليق الحساب باغ اكزومبل وايز قدر الله غلقوا لك الحساب تاعك. الأولى نعطيكم نصيحة، وايز ديرها شغل انترميديير بك وسيط ولا ترانسفير تصوير. بار اكزومبل انا راح نشري حاجه من الي اكسبريس ولا من امازون ولا خلص اللوجيسيال ولا ما عرفش راح ندير ولا كاسبيرسكي ولا ويندوز، لسونسي الحاجه الصالحه اللي عندك انت، واش دير غير تحط صواردك، تحط دراهمك نورمال. بار اكزومبل من بايسيرا من جوكاسكوبي اي كونت واحده، غير تلحقهم الوايز تشري ديريكت ما تخليهمش يباتوا، على خاطر في اي دقيقه خاطر يغلق لك. علاه يغلق لك؟ هي وايز عطيتنا حنا الجزائريه، عطيتنا الجزائريين، عطيتنا نديرو حساب، عندنا الحق باش نديرو حساب، ما عندناش الحق في الكارطة. خويا لا عدت نتايا تحب بار اكزومبل تبيع وتشري في الاورو ولا صادي بواش دير، دير حساب جزائري نورمال. ولا حبيت دير البطاقة تحمل المسؤولية، قلت لكم كاين بزاف، كاين ريدوت بي، كاين مايفين، كاين بيبل، كاين سبيكترو كوين، كاين بزاف البطاقة تاع عندي بزاف في الرابط، عندي واحد الرابط تلقاو دوك في التعليقات، تدخل فيه تلقى خير ربي البطاقات، كاين ديكاسكوبي، كاين بزاف، كاين بزاف. وايز هي صح حسن بطاقة، بصح بالنسبة لينا حنا الجزائريين اش مع ريسك، إيبا ديرها قلت لك ديرها ترونسفير، حط فيها صواردك وشري ديريكتو، برك تستقبل فيها صواردك. باغ اكزومبل جماعة تقول لك باي بال ما باي بال، صح جماعة الباي بال خويا تسحق غير وصلوك دراهمك عاود تحولها، ما تخليهمش في وايز، على خاطر تخليهم يروحوا لك في اي دقيقه. نرجع لكم للسؤال في تعليق الحساب، تعليق الحساب تاعك واش دير؟ ساهله ماهله، بس كنا وصلت لي معاهم مشكله قبل
ودرت معاهم سمانه ولا رايح جاي. ومي في فينا المور كي بيليت كلش، مي هما شويه مصنطحين في واحد الامر بعد نحكي لكم عليه، انه كي يعلقوا لك الحساب نعطيك الطريقه كي يرسلوا لك باغ اكزومبل نتايا اعطينا اثبات الاقامه. اول شيء ما تروحش في الفيت ريبوند على الايميل هذاك، نخلي لكم رابط، دوك نخلي لكم رابط ديريكت مو تتصل بشر بوسك على هذاك اللي يبعث لك او ريبوندير، هذاك اللي يبعث لك هو يتبع يبقى يبعث لك غير ريبوندير. هو الريبوندير واش فيه كيما نقولوا حنا الخوارزميه تحاول فيها في راسها للسيرتيفيكا ولا سا ديبول الحاجه تاع الاقامه اثبات الاقامه ولا ورقه التريزيتي ولا في راسها ديريكت في المخ تاعها مو بروغراميه كيما ما تلقاش تبقى غير ترجع لك غير مقبول غير مقبول. انت في الجزائر ومدير لادريس في اسبانيا ولا في الالمان ولا في فرنسا وتبعث لهم، هي الطريقه الصحيحه باش دير لهم. انا نعطيك طريقه هذه سهله، انا جربتها، انا كي نهضر حاجه نهضر غير مجربه. الطريقه انك تخرج ريزيدونس هنا في الجزائر الحمد لله، تخرج ريزيدونس لا ريزيدونس تاعك هزها كوبي كولي قبل ما ترسلهم، روح غير لادريس فرنسا هذيك دير لبلاد الجزائر وبعد تحط فيها كوبي كولي هزها نسخ ولصق كيما راهي مكتوبه هنا في الجزائر بالفرنسي ولا باللونجلي، روح البلديه يعطوها لك حطها. كي تحطها بعد تصل بالبنك تصل بالبنك وخلي لكم قلت لكم رابط لتحت تصل بشر ما تصلش بالالغوريتم بوسك عليه كي تبعت له نتايا واش هو يقراها في راسه الروبو كيما نقولوا حنا الخوارزميه تقرا في راسها باللي ما كاينش تبقى ترجع لك ديما غير مقبول غير مقبول تبعت انا صرات لي تبعت لك 1000 خطره. يبان انت واش دير الامر هذايا، شوف تربح السلك على خير اخويا العزيز، تتصل بشر ديالك مون با 24 ساعه من ساعه 24 ساعه يقول لك بروبليم. وكي تكتب لهم واش نقول لك واش تكتب لهم بس كان ديريكت مخشنت معاه في واحد لافير دوك نحكيها لكم في لافير. كي تكتب لهم قال بولا انا الحالي راني مقيم في الجزائر ما رانيش في اسبانيا ولا ما رانيش في فرنسا ولا ما رانيش في الالمان، دي خرج ربي عريان يكسي قال بولا راني هنايا في الجزائر وهذه هي لا ريزيدونس اللي عندي، ولا حابين تغلقوا لي الحساب غلقوا لا حاب كتب لهم كي هاك نورمال ما تخاف اذا كي رجعوا لك سادي بول بدايه ما كيما نقولوا حنا يديروا عليك. قال نسحق صوردي قال بولا ها ورق ندبر لهم رقم حساب واحد اخر حطوا لهم باش يرجعوا لك فيه صوردك لا عاد عندك صورد. دوك واش يديروا هما ديريكت هما تحطوا امام الامر الواقع واش يدير لك؟ يحبس لك الكارطه، غادي يحبسها لك الكارطه يحبسها لك ويخلي لك الحساب تاعك ودراهمك يرجعوا تو سامبلومون، ما تبقاش رايح جاي بوسك علاه المصايب هذوك يطيحوا على الواحد ويبدا يضرب بوش دروات وكاين ناس تفهمك وتجيب لك من الاخر وكاين ناس لا. انا نقول لك من الاخر ادخل في الرابط اتصل مع بشر ديريكت مون مون با 24 ساعه، نقول لك قبل 24 ساعه يرجع لك ديريكت مون بلي صورتك يفتح لك الكونت ديريكت مون، على خاطر كنت تولي تبع الريبوندير اي ما تفرش يبقى غير يرجع لك خاطي لا تبعث له سيرتيفيكاسيون لا غاس تبعث له حتى ما على باليش انايا جزائر كامل ما يستعرفش بيك، بس كي تطيح مع بشر تقدر تحكي معاه نورمال. هذا واش كاين، وكاين امور واحده اخرى. هذا بالنسبه للامر تاع رابط الاحاله هذاك، من رابط الاحاله وايز ما تمدش الصبرد اسمع والله ما تمد. بالنسبه لرابط الاحاله وايز ما راهيش مد الصبرد، وايز تسكروكي نورمال في الحاله هذه ما صدق. انا شرط لي معاها جبت معاه كوطا صحيحه مي ممدو، ولكن نقول لكم كوطا صحيحه بالرابط الاحاله تاعي بوسك على في التيك توك كاين فيديوهات ونتو تاعهم وصلوا لي قريب مليون، عندي واحد فيه باك نص مليون هو مشاهده والاخرين 200 الى 350 ما عرفش شحال، هادو كامل غاشي دخل بزاف الله يبارك مرابط الاحاله ديباسات قريب 6000 رقبه ودخلوا بمفاعلين وكلش ما عطاوني حتى دورو، وعلى هذا انا وقعت معاه في مشكل وبصرا لما صرا لي مشكل معاه ماذا بقيت ندي ونجيب معاه فينا المولى ما عطاو لي دورو، قالوا دخلوا بطريقه غير شرعيه قالوا داروا بطريقه غير شرعيه سما خسروا ما حابينش يمدوا، بعث لهم ايميل ثاني ثالث شغل انا وليت نهضر معاهم هذا شغل تاعنا تاع الجزائر شغل كيما يقول لك عقليه شغل تاع برا. قلت له يا ولدي انا كتقول لي الهضره هذه قلت له غير مقبوله، مدخلوا على يد انا عندي حساب في التيك توك وعندي في اليوتيوب الناس عم قريب مليون دخلوا برابط الاحاله تاعي ورابط الاحاله عطيته لي انت ما درتوش انا من راسي، وقلت لي بتستفيد كل 3 بيرسون يدخلوا يديو تدي 50 يورو على واحد وحكايه اسمها ولات فيها صوم كبيره. وقلت له زيد بلوس دو سا الناس هادو دخلوا بباسبور بيومتري تاعهم وراهم بشر وديروا لاك زيد ريسبسيون بالتليفون ثم راهم شي قصروا وزيد عطاوني بروكونيسونس فاسيال تاع الوجه هذيك داروا كل شيء. قلت له فهمني فيها بالكيف، قلت له سما سي سكروكري هذه سرقه نورمال، قال لك حنا اتخذنا قرار سيبا والرابط تاعك ما تزيدش تخدم به
سما ضربت معاه في الاخر ما يمدوش وايز ما تمدش. علاه نقول لك ما تمدش؟ على خاطر هي ما تقول لك ما تبين لكش شحال تعطيك لا نومبر شحال دخلوا العباد بار اكزومبل دخلوا لك 20 100 تقول لك بالادريس ايميل بصح ما تقولكش شكون اللي اكتيفا ما اكتيفاش. بار كونتر تهز ماي فين ثاني ما تقولكش بصح ماي فين تسربي لك ماي فين ديريكت 5 اورو تاعك تلحقها. الريدوت باي سابقه فورك لا الريدوت باي ديريكت مو يدخل واحد يقول لك دخل واحد وهو شحال عطى او فعل بعد سنتيم فعل البطاقه ما فعلش البطاقه اصدق واحده لحد الان هي في واي ريدوت باي. ريدوت باي حاجه سهله خلاص ديريكت مو كل شيء قدامك على بالك شحال راح يدخلوك شحال الاخرين في الغم ماي فين تمد مش ما تمدش بصح على بالي ما تمدش كل شيء. بص ماي فين اول واحد دارها هو درس هنايا كان اخ قبل دارها ما مشاتلوش الوقت تسمى كانوا البطاقات بزاف اول ما واحد ثاني فجرها هنا في الجزائر هو انا مشات عندي انا كامل سما الناس كامله دات من عندي ودخلت الله يبارك وربي يعاونهم. بصح انا نقول لك ماي فين تمد مش متمدش بصح ما تحسبلكش ما تقدرش تحسب شحال من واحد. المهم يا جماعه كاش ما عندكم سؤال انا نهضر عفويا بك اخوتي كاش ما عندكم سؤال خليوه في التعليقات. السلام عليكم صلاه في روحكم.